السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس كا. تدريبات مكثفه لحراس المرمى، كاين غير سيدي صالح وحديد وبنحاحة. يحضر سيدي صالح لمباراه الترجي، شاهدوا تدريبات مكثفه. حسب رايكم ما هو سبب غياب مجادل؟ في رايكم ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناه وتركوا لنا تعليق. اولا يبدو ان الحارس مجادل غايب، صح؟ يعني كثير قال لك ربما من مباراة فرضوا لم يحضر التدريبات او انه غايب، والمدرب مدرب الحراس بنحاحة يوجد في سيدي صالح لملاقاة الترجي. المهم فرصة كبيرة لسيدي صالح لاسترجاع مكانته المفقود او يعوض، احسن تمثيل للحارس ميجادل. للكثير حتى يخرج ربما الهضرة، وايضا قال لك حسب جريدة انه كاين مشاجرة بينه وبين زميله قتال، وهذه حسب رأيهم هي سبب غيابه من المجموعة وعدم التدريب. نتمنى ان يكون هناك بيان او توضيحات على قضية ميجادل دون إسالة كثير من الحبر، ودعونا من مشاكل شباب القبائل وشواء توضيحات ربما للجمهور أحسن وأحسن حتى نضعه في الصورة. يلا لايك الفيديو، أبوني في القناة وتركوا لنا تعليق، ولعنده معلومة فليفيدنا فيها في هذا الفيديو. نتمنى توفيق لشباب القبائل، لا ما يهمناش يهمنا ليتألق، ما يهموناش الأشخاص. يلا مع فيديو جديد وأخبار جديدة في الجي اس كا. سلام خوتي.